استنادا إلى بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن قلعة أمبير بدأ بناؤها منذ القرن السابع من قبل أمراء كامسار، وفي القرن العاشر خضعت لأمراء بهلافوني، وكانت من المواقع الدفاعية الأساسية للمملكة البكرادونية. تقع على ارتفاع 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، وعلى سفح جبال أراغاتس. وعند ملتقى النهري أرغاشين وأمبير في مقاطعة أراغاتسوتن في أرمينيا. بعض المصادر تقول بأنها كانت مكان إقامة ملك أرمينيا، والبعض الآخر يقول أنه كان مسكن أحد النبلاء. عام 1070 غزاها السلاجق الأتراك وحولوها إلى قاعدة عسكرية، وفي عام 1196 اتحدوا جيشا أرمينيا وجورجيا بقيادة الجنرال زكريان وحرروا القلعة. في خلال القرنين الثاني والثالث عشر تم ترميم القلعة. قلعة أمبير تشغل مساحة 1500 متر مربع، وبنيت بالحجر الأسود المثبت بالأسمنت. جدران البرج بنيت بشكل مائل ليسهل عملية رمي الغزاة في الأسفل. والقلعة بشكل عام بنيت من 3 طوابق. والآن نحن في الدير الذي بني في القرن السابع، وهذا الدير تم ترميمه عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تثبت الأحجار القديمة في أماكنها. ولو نظرت إلى جدران الدير الذي بني في القرن السابع كيف تم بناؤه، وتم تثبيت الأحجار الواحدة تلو الأخرى بهذا الشكل الرائع والمدهش، علما أنه في تلك الفترة لم توجد التقنيات المتوفرة في يومنا هذا. إذن هذا هو أمبير في أرمينيا، والذي يبعد تقريبا ساعة واحدة من العاصمة يرفان. التنقيبات بيّنت أن داخل القلعة والغرف وجدت منحوتات ثمينة ومصابيح زيتية وجدران مزينة بالحرير وأقمشة مطرزة وبرونز وذهب وفضة ورسومات فنية، بعضها فقدت والبعض الآخر انقذت.